الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام على بلدة الشجعان، السلام على أرض الولاء والإيمان، السلام على البحر الرافض للذل والهوان، البحر الذي ردد موجة نداءات الثورة فكان صدى ترتيلها من صنع الشهير الإنسان زكريا العشيري رضوان الله تعالى عليه. تحية الثورة والثوار لبلدة الدير المرابطة التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى دفاعا عن الوطن وكرامة الإنسان. نعم، إنها بفخر وافتخار بلدة الأحرار والثوار. أولا، حقنا في تقرير المصير. إن تمسكنا بحقنا في تقرير المصير يأتي من صلب إيماننا بحق الإنسان في الكرامة والحرية التي منحها الله له، وحق الشعوب في ممارستها العادلة والمشروعة لتداول الشأن السياسي بكل تحضر ورقي. فاختيار الشعوب لأنظمتها التي تلبي طموحها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها لهو حق أصيل تكفله الإنسانية قبل أن يكون مكفولا أمميا. كما إننا نتمسك بهذا الشعار لأنه الشعار الجامع الذي لا اختلاف عليه، فلنحتكم للشعب دون أن نفرض إرادتنا الشخصية عليه، وليختار الشعب نوعية النظام الذي يحكمه، ولن يكون هذا إلا بمواصلة درب النضال والكفاح في وجه هذا النظام الفاسد المستبد المدعوم سعوديا وأمريكيا. وهنا نؤكد تحذيرنا لهذا النظام الفاسد من مغبة الاستمرار في القمع وممارسته لنهج العقاب الجماعي، فإن لذلك تداعيات خطيرة، ونحن نحمل هذا النظام الفاسد المسؤولية الكاملة لأي ردة فعل قد تنجم جراء الاستمرار في نهج القمع والقتل والتنكيل. ثانيا، يوم القدس العالمي. نعتصم في بلدة الدير في اليوم الذي يصادف يوم القدس العالمي الذي أطلقه الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كيوم للقدس ويوم للمستضعفين. هذا اليوم العظيم الذي أرسى ظلاله وقدسيته في نفوس العالم، فالقداسة التي اكتسبها هذا اليوم تأتي من عظمة القضية التي وقف عليها. فقضية القدس قضية كل مسلم، ولا يجب التخلي عنها تحت أي ظرف، لأنها أساس كرامة وأساس عزة وأساس ارتباط بالمبادئ الإسلامية الوثيقة. فلتتمسك كل الشعوب بهذا اليوم وبحق القدس في التحرر من المحتل الصهيوني الغاشم، والتحرر من أي احتلال لأي أرض. ولنستلهم من هذا اليوم مبدأ رفض الظلم ومقارعة الظالمين والمستكبرين، كما نستلهم من هذا اليوم أن نكون المناهضين والثائرين بوجه الأنظمة الدكتاتورية الظالمة التي تستعبد الشعوب. ثالثا، انتصار الثورة الليبية. لا يفوتنا أن نتقدم للشعب الليبي الصديق بالتبريك والتهنئة بسقوط الدكتاتور وسيطرة الثوار على العاصمة طرابلس. نعم، فإن حق الشعب الليبي الشريف حق تقرير مصيره بعيدا عن ذلك النظام الدكتاتوري الذي جثم على صدور الشرفاء 42 عاما. فهنيئا لهذا الشعب الصابر المرابط بهذا النصر المؤزر، وسنرفع علم الثورة الليبية رغما عن النظام الخليفي الفاسد في البحرين، وسنعتمد علم الثورة الليبية كعلم رسمي للصديقة ليبيا. رابعا، حق العودة لميدان الشهداء. مما لا شك فيه أن شعبنا متمسك بحقه في العودة لميدان الشهداء، وإن أبطالنا الشباب وحرائر ثورتنا عاهدوا أنفسهم بأن يعودوا لهذا الميدان الذي اقترن بالثورة اقترانا وثيقا، وستستمر محاولاتهم في العودة له تباعا. فلن نترك هذا الميدان تحت قبضة المحتل السعودي، وسنقدم الثمن اللازم لاستعادته. وهنا يدعو الائتلاف للاعتصام الجماهيري الثاني الكبير
تحت شعار حق العودة لميدان الشهداء، والذي سيكون في ثلاث مناطق على خط الالتماس مع ميدان الشهداء. وهذه المناطق هي بلدة الأبطال الديه، وبلدة المقاومة كرباباد، وأرض الصمود السنابس، حيث ستكون الاعتصامات الثلاثة في يوم وتوقيت واحد، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري ليلة الأربعاء. فلتستعد هذه المناطق لاستضافة هذا الحدث الكبير، وندعو جماهير شعبنا أن يزحفوا نحو هذه المناطق في أوقات مبكرة. فهذه الليلة يجب أن تكون من الليالي التاريخية التي تسجل في تاريخ ثورتنا المجيدة، تمهيدا ليوم الزحف الكبير نحو ميدان الشهداء في 23 و24 من شهر سبتمبر أيلول القادم. وختاما نسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا في هذا الشهر الكريم، وأن لا يخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفر لنا ذنوبنا وكتبنا من الصالحين. ونسأله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل للجرحى ومصابي الثورة، وأن يفرج عن العلماء والقادة المغيبين في السجون، وأن يفك أسر نسائنا وشبابنا الرازحين في الأسر، وأن ينصرنا على القوم الظالمين، ويلحقنا بالشهداء والأبرار، ويحشرنا مع محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واجعل لهم قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، 26 أغسطس 2011.